بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات تخصص السكرتارية سجل طبي الكلية العربية للعلوم التطبيقية، نستكمل محاضراتنا في موضوع في ميثاق سجلات طبية واحد. وصلنا لعند صفحة 70 لنموذج الثالث من النماذج الخاصة أو الثانوية في السجل الطبي، اللي هي تقرير الاستشارة كونسلتيشن ريبورت. ايش هو التقرير الاستشارة؟ ايش هو الكونسلتيشن ريبورت؟ اذا الطبيب المعالج يحتاج استشارة طبيب اخر، طبيب اختصاصي اخر، يعني على سبيل المثال اذا كان المريض نايم في قسم الجراحة والطبيب المعالج في قسم الجراحة يحتاج استشارة طبيب باطني، فبكتب له طلب ايش؟ استشارة. يبقى اذا احتاج الطبيب المعالج الى استشارة طبيب اختصاصي اخر في مجال اخر او في تخصص اخر لفحص المرضى وابداء الراي حول الخطه العلاجيه، فانه يقوم باستكمال طلب استشاره على الجزء الاعلى من نموذج تقرير الاستشاره. يبقى تقرير الاستشاره بنفهم من ذلك انه مقسم لقسمين في البادي، في الجزء الاساسي منه. الجزء الاول هو طلب الاستشاره. مين اللي بكتب طلب الاستشاره؟ مين بيقوم باستكمال طلب الاستشاره؟ بنقسم بين قسمين، بين طلب الاستشاره وبين تقرير الاستشاره. طلب الاستشارة وتقرير الاستشارة. طلب الاستشارة اللي بيكتبه وبيطلب الطبيب المعالج، أما تقرير الاستشارة اللي بيكتبه الطبيب المستشار. يقوم الطبيب المستشار بعد فحص المريض بمراجعة السجل الطبي ومناقشة الحالة مع الطبيب المعالج بتدوين النتائج التي توصل إليها والتوصيات التي يراها مناسبة على الجزء الأسفل من هذا النموذج. يبقى الجزء العلوي عبارة عن طلب الاستشارة consultation request اسمه، والجزء السفلي عبارة عن تقرير الاستشارة أو نتائج الاستشارة من الطبيب المستشار اسمه consultation report. يبقى قسم لي بين حاجتين، بين consultation request طلب الاستشارة اللي بعبيه وبطلب الطبيب المعالج، وبين تقرير الاستشارة consultation report اللي بكتب نتائجه أو بكتبه اللي هو الطبيب مين؟ المستشار. طب ايش بيشتمل طلب الاستشارة وايش بيشتمل اللي هو تقرير الاستشارة؟ في صفحة، احنا صفحة الان 71، ويشتمل طلب الاستشارة في السطر الثالث عادة على المعلومات التالية. دير بالك من الاسماء باللغة الانجليزية. طلب الاستشارة ايش معناه؟ consultation request. تقرير الاستشارة consultation report. طلب الاستشارة ايش المعلومات اللي بيشمل عليها؟ اسم الطبيب المستشار، التشخيص الاول للمرض، ملخص عام على الحالة المرضية، الغرض من الاستشارة، اسم وتوقيع الطبيب الذي طلب الاستشارة اللي هو طبيب المعالج، تاريخ وقت وطلب الاستشارة. هذه المعلومات بيكتبها مين؟ بيكتبها الطبيب المعالج على طلب الاستشارة. طيب المريض راح او شافه الطبيب المستشار المطلوب وشافه، بيعبي تقرير الاستشارة. ايش تقرير الاستشارة بيشمل؟ اما تقرير الاستشارة يشتمل على المعلومات التالية: فقرة تبين بأن المستشار قام بفحص المريض وراجع سجله الطبي. يعني بده يكتب الدكتور المستشار، يكتب وصل المريض بتاريخ 5/1/2021، ها، وقمت بفحصه وتم فحصه ومعاينته ومراجعة سجله الطبي، وتوصلنا إلى الآتي. اثنين النتائج التي توصل إليها. ثلاثة التوصيات. إيش التوصيات؟ إنه طبيب هذا اللي بيعاني من مغص والدكتور الجراح شاك انه عنده زايده، الطبيب اللي هو المستشار قال لا، عنده بعد ما فحص مننا فحص بول لقينا انه عنده التهاب في المسالك البوليه، وبالتالي بنعطيه مضاد حيوي لالتهاب المسالك البوليه ومطهر المسالك البوليه ومي عريق، مي دافئ ويكثر من السوائل. التوصيات. يبقى ايش تقرير الاستشاره بيشمل؟ فقرة تبين بأن المستشار قام بفحص المريض وراجع سجله الطبي، النتائج التي توصل إليها، التوصيات، التوقيع والتاريخ. طيب إيش الحالات اللي بدها استشارة؟ وإيش الحالات اللي بدها استشارة؟ كل مستشفى له خصوصيته في ذلك، حسب الإمكانيات الموجودة عنده، حسب الخدمات المقدمة عنده. يعني مثلا مستشفى العيون مستشفى تخصص في العيون، لكن إذا كان مريض عنده صداع فبده يفحصه طبيب الباطن. يبقى حسب إيش؟ ظروف المستشفى، الخدمات اللي بقدمها المستشفى، وأنظمة وقوانين المستشفى الداخلية التي تنظم عمل الهيئة الطبية بتحديد المبادئ
العامة للظروف والحالات التي تستوجب طلب الاستشارة. يبقى بده يبين كل مستشفى له خصوصيته. ها هاي قاعد بقول سؤال الامتحان صح وغلط، كل مستشفى له طلب خصوصيته، هو اللي بحدد المبادئ العامة للظروف والحالات التي تستوجب طلب الاستشارة، ويمكن الاستشهاد بالمبادئ التالية عند طلب الاستشارة. ايش المبادئ اللي تعتمد عليها عند طلب الاستشارة؟ واحد، احنا في صفحة قديش يا شباب يا بنات؟ صفحة 71، ديروا بالكم. بنتكلم عن المبادئ العامة للظروف والحالات التي تستوجب طلب الاستشارة، ممكن يكون سؤال مقالي. واحد، عندما تحتمل حالة المريض مخاطر طبية أو جراحية غير عادية، يعني صار مع المريض مشاكل صحية أو ممكن يتعرض صحته إيش في خطورة على صحته، فبيطلب له استشارة. عندما يكون التشخيص غير واضح أو يصعب الوصول إليه، التشخيص الصعب مش واضح، فبده يطلب طبيب مستشار يعزز التشخيص، أو ممكن يلاقي فيه مشكلة صحية أخرى أو يعمل أو توصل تشخيص آخر. عندما يصعب التوصل إلى خطة علاجية محددة، المريض بيعطوه علاج معين لكن العلاج مش فايد معاه، فبروح بطلب استشارة طبية من طبيب آخر يشوف إيش ممكن إحنا نعدل على الخطة العلاجية. في الحالة الطبية المعقدة وغير المألوفة، حالات نادرة بدها استشارة. عندما يعاني المريض من أعراض نفسية حادة، أعراض إيش؟ نفسية حادة، أو عندما يطلب ذلك المريض وعائلته. يبقى هذه الباقي ممكن تكون سؤال اختياري أو سؤال صح سؤال مقالي. يتم الاعتماد على المبادئ التالية على طلب الاستشارة ما عدا عندما يطلب ذلك المريض وعائلته، عندما يعاني المريض من أعراض نفسية حادة، في الحالة الطبية المعقدة وغير المألوفة، في الحالة العادية المعتادة والمعروفة، ما عدا الحالة الطبية الحالة المعتادة والمألوفة. طيب نتائج الاستشارة، وقت ايش بدونها الطبيب المستشار؟ الطبيب المستشار بدونها بعد الانتهاء مباشرة من معاينة المريض. ليش؟ مش بقول دوبلي بعد 24 ساعة، وفي خلال 24 ساعة بعد معاينة المريض مباشرة. ليش؟ يجب تدوين نتائج الاستشارة بعد الانتهاء منها مباشرة، وذلك لضمان الدقة في المعلومات، وعندما تتعلق الاستشارة بأحد المرضى الذين تسجل لهم عملية جراحية. يعني على سبيل المثال، المريض عنده مشكلة في القلب، أو عنده ضغط، أو عنده سكري، أو عمره 50 سنة وبده يعمل عملية افتاق، لازم انت ايش؟ تستشير طبيب باطنة، لازم يشوف طبيب باطنة أو طبيب أخصائي قلب. يبقى لأنه يبقى ليش مباشرة؟ ضمان دقة المعلومات. واحد، اثنين، عندما تعلق الاستشارة بأحد المرضى الذين ستجري لهم عملية جراحية، بنفعش أجل لأنه العمل بده يعمل عملية، فإنه يجب استكمال تقرير الاستشارة واطلاع الطبيب المعالج عليه قبل إجراء العملية. يبقى مريض زي ما قلنا بده يعمل افتاق أو يعمل مرارة، ومريض هذا عمره فوق 50 سنة، عنده سكري أو عنده ضغط أو عنده قلب، بده يتم استشارة طبيب باطنة، وطبيب الباطنة بده يبلغ طبيب الجراح الجراحة بنتائج المعاينة قبل إجراء العملية. يستثنى من ذلك الحالات الجراحية الطارئة. حالات الجراحية الطارئة اللي مثلا بده على طول عملية جراحية، بتحملش الطبيب المستشار يشوفه، بدوش وقت. يعني مصاب على السلك، تعرض لقصف، حالة اطلاق نار، دهس أثرت على راحة ضربة اللي هو الشريان الرئوي على سبيل المثال، بده جراحة عاجلة، أو إصابة في البطن، وهذه الإصابة في البطن يمكن ضربة الشريان الأورطي، أو ضربة الكبد، أو ضربة الطحال، أو ضربة الكلى، أو ضربة المعدة، بدها جراحة على طول. هذا بدوش إيش؟ فيش وقت أجيب واحد أجيب المستشار يشوفه. ويجب أن تكون المستشار مؤهلا لإعطاء الرأي الطبي في مجال الاختصاص الذي تطلب فيه الاستشارة. يعني مش أي واحد أنا بستشيره، لا، واحد عنده خبرة وعنده علم وعنده مؤهلات عالية في مجال التخصص. يعني أنا مش أي طبيب بستشير، طبيب عام في حالة مريض بده يعمل عملية وعمره فوق 50 سنة، أو عنده سكر أو عنده ضغط، لا، بدي طبيب باطنة أخصائي باطنة، أو عنده قلب بدي أخصائي قلب. وتحدد أنظمة وقوانين المستشفى الداخلية الشرطة يجب توفرها في الطبيب المختص حتى يصبح مستشارا في حالة اختصاص طبية. أيوة، وقتيش مش كل طبيب
حتى مش كل طبيب اخصائي بينفع يكون مستشار، لا، بعض الاطباء اللي هو بلغ من العلم ومن الخبره ما بلغ، هو في قوانين وانظمه بتحدد من هو ايش المستشار. وانت بتشوف على ختام الاطباء بيكتب لك اخصائي الجراحه او اخصائي ومستشار الجراحه، يعني السائل يعني سمح له بان يستشار. وعلى رؤساء الدوائر الطبيه التاكد من الاطباء المعالجين يطلبون الاستشاره كلما ما دعت الحاجه اليه، وان المستشارين لا يهملوا الاستشارات ويستجيبون لها ضمن مده زمنيه مقبوله. يعني اداره المستشفى تتاكد ان كل مريض بيلزم استشاره الطبيب المعالج، ما له طلب استشاره، ايش المشكله؟ وانه الطبيب المستشار انه لبى اللي هو الدعوه والنداء والتكليف واجى شاف المريض. كما يجب ان يكون رئيس قسم السجلات الطبيه على معرفه تامه بجميع الانظمه والقوانين والتعليمات التي تصدرها الهيئه الطبيه في المستشفى حول تنظيم الاستشارات الطبيه. يبقى بده يكون فن السجلات الطبيه ورئيس او قصدي رئيس قسم السجلات الطبيه على اطلاع بالانظمه والقوانين التي تتعلق بالاستشاره وتنظيم الاستشارات. ايش اخرى فيه؟ وفن السجلات الطبيه لما يراجع السجل الطبي لازم يراجع تقرير الاستشاره للتاكد من صحه المعلومات الاداريه التي بتعرف بالمريض واحتوائها على كافه المعلومات التي ان يشتمل عليها والتاكد من توقيع المستشار على التقرير. يعني فن السجل الطبي بعد خروج المريض بده يتاكد من استكمال السجل الطبي لجميع النماذج الطبيه واستكمال المعلومات اللي في النماذج الطبيه، وبالتالي بده يجي على طلب الاستشاره أو تقرير الاستشارة. أو والله تقرير الاستشارة مكتوب، طب الطبيب خاتم عليه موقع عليه، في تقرير بذلك ولا فيش تقرير بذلك، المعلومات اللي بتعرف المريض موجودة كلها ولا، فأنت مين واجب مين؟ الفن السجلات الطبية. بهيك احنا خلصنا الثلاث أمثلة، الآن ثلاث أمثلة للنماذج الطبية الخاصة اللي عرفناه في نموذج طلب الاستشارة أو تقرير الاستشارة، إنه بنقسم لقسمين، الجزء العلوي طلب الاستشارة كونسلتيشن ريكويست، والجزء السفلي تقرير الاستشارة كونسلتيشن ريبورت. اللي بيكتب طلب الاستشارة الطبيب المعالج، واللي بيكتب اللي هو تقرير الاستشارة الطبيب المستشار. وفي في معلومات بيشتمل عليها طلب الاستشارة حكينا فيها بصفحة 171، ومعلومات لازم يشتمل عليها تقرير الاستشارة، وإيش المبادئ اللي بتحدد المبادئ العمل الظروف والحالات التي تستوجب طلب الاستشارة. وسألنا فيها سؤال، وأسأل سؤال قبل ما ننتقل على الموضوع اللي بعده. يتضمن طلب الاستشارة كل الآتي ما عدا اسم الطبيب المستشار، التشخيص الأول للمريض، الغرض من الاستشارة، نتائج توصيات الاستشارة ما عدا توصيات الإشارة. الاستشارة ليش؟ لأنه مين بيكتب التوصيات والنتائج؟ الطبيب المستشار في تقرير الاستشارة وليس في طلب الاستشارة. هاي عندك في صفحة 172 عندك نموذج استشارة أخصائي، هاي المبين عليه اسم المريض والرقم والمستشفى وعمر المريض وجنسه إلى آخره، وبعدين ريزون فور ريكويست أو كومبليت أوت فايندينجز، يعني السبب الاستشارة. ليش بده الطبيب المعالج بده استشارة؟ لأنه في سبب، في شكوى معينة، بروفيشنال دايجنوز التشخيص الاولي، وتحت مكتوب عندك اللي هو كونسلتيشن ريبورت نتائج او تقرير الاستشاره. تقرير الاستشاره يبقى فوق طلب الاستشاره وتحت تقرير الاستشاره، هاي موجود عندك. مستعجل او عادي، مكان الاستشاره، المريض في السرير ولا المريض تحت الطلب، توقيع الطبيب المعالج، توقيع رئيس القسم او الشعب، وتحت هذا توقيع توقيع تاريخ وتوقيع الطبيب الاختصاصي او المستشار. في عندك صفحة 73 نموذج عن الكونسلتيشن ريكوست، برضه نموذج آخر، هذا في مستشفى غزة الأوروبي، مستشفى غزة الأوروبي. هاي عندك جايب لك مثال نموذج صفحة 73 نموذج الاستشارة أو طلب الاستشارة في مستشفى غزة الأوروبي، وهي مكتوب لك اسمين كونسلتيشن ريكوست طلب الاستشارة، وتحت كونسلتيشن روبرت أو فايندينجز أند ريكومنديشنز، يعني تقرير الاستشارة مكتوب معبر عليه بمعنى آخر consultants findings and recommendations، يعني اشياء توصيات الطبيب المستشار. في صفحة 74 هاي في عندك نماذج متفرقة،
انت بتطلع عليها، وان شاء الله في العملي تطلع عليها اكثر من خلال التدريب العملي مع المشرف العملي. هاي في عندك النموذج، لوحة العلاج، يعني نموذج توقيع العلاج، وفي عندك في صفحة 75 اللي هو بيشنت ريجستريشن فورم، بيشنت ريجستريشن فورم اللي هو يعني النموذج بعرف بالمريض هل هو البيشنت اللي هو اسم المريض وتاريخ اليوم واسم الاول والاسم الثاني والاسم الاخير ورقم الهويه والحاله الاجتماعيه والجنس والى اخره، وباش انشورنس فورميشن يعني معلومات عن التامين الصحي ومعلومات والزياره. هاي انا ديت اوف فيزيت، تاريخ الزياره، او بيشنت في العياده الخارجيه، او نايم في المستشفى بيشنت كونسنت اللي هو كونسنت وتوقيع، اكسباير ديت وسيجنتشر والى اخره. هذا ريجستريشن فورم في صفحه 76. في عندك اللي هو ترانسفير لتر، التحويل، ها نموذج التحويل، ها نموذج ايش التحويل، وهي عندك في نموذج التحويل فوق المعلومات بتعرف بالمريض، وبعدين بتعرف تتكلم عن الهيستوري والفيزيكال اكزامينشن للمريض، لابراتوري اكسترين انفستيجيشنز فحوصات العمليات للمريض، برو دايجنوزز وتريتمنت جيفن، ايش التشخيص، بروفيشنال دايجنوزز يعني التشخيص الاولي والعلاج، و تريتنج فيزيشن وهوسبيتال دايركتور، هذا اسمه ايش ريفرال او ترانسفير لتر. في صفحة 77 هاي في اخرى نموذج اخر عن الديس ريبورت اللي هو تقرير الوفاة، هاي معلومات تعريفية والتشخيص والعلاج اللي اخده وسبب الوفاة ومين الدكتور المعالج ومين رئيس القسم. في صفحة 78 في عندك نموذج تبليغ وفاة، هاي بتشتمل على معلومات شهادة الوفاة او نموذج تبليغ الوفاة اللي بتكون مكربنة من اربع نسخ، هاي المعلومات فيها طلع عليها تاريخ الوفاة وسبب الوفاة وتاريخ الولادة ورقم الهوية والاسم، ويعني معلومات يعني سهلة انك تقراها وتتعرف عليها. ننتقل الان للفصل الرابع صفحة 80. الفصل الرابع بتكلم عن المرافق الصحية الخارجية، اوت بيشنت كلينكس اند ديبارتمنتس. هنتكلم عن انواع المرافق والعيادات الخارجية، نظام تحويل المرضى، سجل العيادات الخارجية، ضوابط التوثيق في سجلات العيادات الخارجية، نماذج سجلات الطوارئ في اقسام الطوارئ، ضوابط التوثيق في سجلات الطوارئ، ودورة السجل الطبي للمريض. في صفحة 80 حبدأ فيه، وان شاء الله المحاضرة القادمة حبدأ من عنده. المرافق الصحية أو العيادات والمراكز الصحية الخارجية، في كثير عيادات، هذه العيادات بدنا نتعرف على أنواع العيادات اللي بتقدم الرعاية الصحية الخارجية. في بعضها قديم ونعرف قديما، وفي بعضها استحدث أخيرا. وقبل ما أنسى، تابعوا برضو السجل، تابعوا محاضرة السجلات اللي بعطيها الدكتور فوزي أبو عساكر، لأنه إحنا وياه يعني مع بعض في هذا الموضوع وبنكمل بعض. فمحاضراتي ادرسها واطلع على فيديوهات الدكتور فوزي ابو عساكر، او اطلع على الفيديوهات مع الاطلاع على اللي هو الفيديو اللي انا بشرح من خلاله او بشرح الماده. الدكتور فوزي يعني انسان يعني ذوي علم واطلاع وخبره وتمتع بمكانه علميه عالية، فياريت تطلعوا على محاضرات الدكتور فوزي أبو عساكر. تكلم على المرافق الصحية في صفحة 81. أول مركز من المراكز اسمه برايمري هيلف كير سنترز، مراكز الرعاية الصحية، مراكز الرعاية الصحية. إيش باكورة وإيش الحدث اللي كان له دور في تطور ونمو
اللي هو خدمات الرعاية الصحية الأولية، عقد في سنة 1978 مؤتمر في كازاخستان اسمه مؤتمر الماتا. هذا المؤتمر كان هدفه وضع أسس الرعاية الصحية الأولية ضمن برامج تعنى بالوقاية من الأمراض وتقديم العلاج. بقول يعني ركز على ايش؟ يبقى ركز هذا المؤتمر على برامج او على اسس الرعايه الصحيه الاوليه من خلال الوقايه من الامراض وتقديم العلاج في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. ولما بقول مراكز الرعايه الصحيه الاوليه يعني مش مستشفى، يعني مستوصف، يعني مراكز الرعايه الاوليه تؤدي خدمات للمرضى اللي مش نايمين في المستشفى او للمرضى اللي بعد خروجهم من المستشفى. وكان هذا اللي هو المؤتمر هو المدخل للنظام الصحي. طبعا تطورت هذه المراكز في كثير من الدول اللي هو مراكز الرعاية الصحية الأولية. وبالمناسبة يعني الرعاية الصحية الأولية هي الأساس لأي نظام صحي. لا بنفعش يكون في نظام صحي بدون رعاية صحية أولية. فمراكز الرعاية الصحية الأولية هذه مجهزة، وهذه عبارة عن مستويات، مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث، مستوى رابع. أجيب لك على مثال في بعض الدول الفقيرة، المستوى الأول بكون ممرض موجود، المستوى الثاني ممكن يكون ممرض طبيب ومختبر صغير، وممكن يكون أشعة، المستوى الثالث في أشعة وفي مختبر وفي علاج طبيعي وفي إلى آخره، المستوى الرابع في خدمات اللي هو الجراحة اليومية، يعني ممكن في المستوى الرابع والمستوى الخامس يتم يعني عمل جراحات وقعد ساعتين مروح، ويكون في معالجة قصور وإلى آخره. فالرعاية الأولية عبارة عن مستويات. طيب ايش مستويات الرعاية الصحية؟ المستوى الاول الرعاية الاولية، المستوى الثاني المستشفيات، المستوى الثالث المستشفيات التخصصية، والمستشفى الرابع اللي هي مستشفيات التأهيل. يبقى لو اقول لك انا ايش المستويات الصحية، مستويات الرعاية الصحية، مستوى اول الرعاية الاولية، مستوى ثاني المستشفيات العامة اللي هي باطن وجراحة واطفال وولادة، المستوى الثالث المستشفيات التخصصية، العيون، النفسية، الأنف والأذن والحنجرة، المساكن البولية إلى آخره، المستوى الرابع اللي هي خدمات التأهيل. ليش هذا اللي قسمناها؟ لأنه بدنا نمنع الازدواجية وبدنا نرشد من النفقات. الرعاية الصحية الأولية تقدمت وأصبح فيها أطباء أخصائيين في مجالات متعددة، الأطفال والنساء والولادة والباطن والى اخره، وفي التخصصات الاخرى العيون والاذن والانف والاذن والحنجره والجلديه والمساكن البوليه. وبرضه بتضم الرعايه الاوليه فيها اللي هو مختبر وفيها صيدليه، واحيانا ممكن يكون فيها اشعه. بعد صار في تطور، صار في عياده صحه الفم والاسنان وقاع المحاضرات والتثقيف الصحي ورعاية الحوامل، وفي أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين وزيارات منزلية وتفتيش مفتش الصحة العامة. هذه طبعا ايش المراكز الرعاية الصحية الأولية، وكل مركز صحي ويوفر كل مركز من هذه المراكز الرعاية الصحية الأولية اللي حوالي قديش 30,000 نسمة. يبقى كيف بحد يقول بدهم يقولوا والله قديش منطقة الشمال بدها مستوصفات، مستوصف لكل 30,000 نسمة. وقفت عند صفحة 81، حبدأ في صفحة 82 العيادات الشاملة المستقلة، ونستكمل موضوع عيادات الرعاية الأولية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.